تمام اوكي، رجعنا. كل اللي بنقوله ده يعني هو 50% من المشوار، احنا لسه ما وصلناش الكارت، كارت لسه ما قطعناهاش، كارت بتاع تونس لسه ما وصلنالهاش، فهنوصل للكارت بتاع تونس ان شاء الله الرحمن وملعب رادس نقطعها باذن الله، واحنا جايين نفرح ان شاء الله الرحمن. انا فرحان للجمهور قوي اللي مروح. صحيح. نفرح نص فرحه. نفرح نص فرحه. فرحان له. انا عايز اقول لك واحد جد واحد صاحبي شال الكاس، واحد صاحبي يعني بيعز كل شويه يبعت لي حاجه، معجب جدا والله العظيم بالكلام، قال له اشاره قال لي قول له ان انا بحبه جدا كابتن شريف، انا قلت لك انت يعني اوكي. طيب انا بحب الفيلم. بجدد طلبي للاتحاد الافريقي، بجدد طلبي للاتحاد الافريقي، لحد دلوقتي ما تعلنش اسم الحكم اللي هيدير اللقاء هناك، اتمنى ان هو يكون حكم مميز جدا جدا، ملوش اي حسابات وملوش اي توجهات وملوش اي سابقات، يعني له بس الملعب والنهائي، والمباراه الثانيه هي اكنها المباراه الختاميه والنهائيه، وهي بالفعل المباراه الختاميه والنهائيه، فلابد على الاتحاد الافريقي انه يختار طاقم تحكيمي على اعلى 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 مستوى، وحتى المساعدين لنا بتاع فضل يوميز.